أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص. ضيف اللقاء الخاص أو ضيفة اللقاء الخاص الصحفية الأمريكية عزمة خان، الصحفية في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية والحاصلة على جائزة البوليتزر لرواد العمل الإعلامي والصحفي، تقديرا لمقالات كتبتها عن القتلى المدنيين الذين قضوا بنيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان. أهلا وسهلا بك معنا مدام عزمة. Thank you for having. شكرا جزيلا لكم. أهلا. في البداية تهنئة لك على فوزك بهذه الجائزة القيمة، على تقديرا لسلسلة المقالات التي نشرتيها عن قتلى مدنيين سقطوا بنيران القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان. ما أهمية هذه الجائزة التي تمنح لرواد العمل الصحفي والإعلامي؟ أي أهمية لهذه الجائزة؟ It means a great deal because it's a recognition. إنها جائزة مهمة للغاية لأنها عبارة عن اعتراف بأهمية العمل الصحفي. We've never had their stories told. وهي عبارة عن القصص التي نخبرها أو نقصها للباقي من هم موجودون في العالم الذين لم يحضروا هذه القصص. Additionally, it's a chance at accountability. بالإضافة أن هذه القصة تؤدي إلى المحاسبة. Itself as having conducted one of the quote most precise. وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم بأنها قد قامت بأكثر الحروب دقة. Was an extremely low, unprecedented civilian death. ولكن كان هناك عدد كبير وغير مسبوق من الضحايا المدنيين جراء هذه الضربات الأمريكية. وهذه الإجراءات الأمريكية التي أمرت بها البنتاغون وغيرها من الأجهزة الأمريكية أدت إلى هذه المشاكل. وهذه الجائزة غاية في الأهمية، وهي تؤدي أو تتحدث عن أهمية العمل الصحفي والتقارير التي قمنا بها للكشف عن هذه الأمور التي لم تذكر في تقارير سابقة. نعم، هل هذه التقارير التي استحقيت عليها جائزة البوليتزر تقديرا لهذا العمل الصحفي والإعلامي الميداني، يمكن أن تعامل على أنها وثيقة يستند إليها في المحاسبة أو في فتح التحقيق قضائي أو قانوني لملاحقة المتورطين أو المسؤولين أو من أعطى أوامر بإطلاق النار على مدنيين عزل كما جرى في الموصل والرمادي وغيرها من المدن العراق؟ هذا سؤال وجيه للغاية التي نقوم بها في هذا العمل، هو أننا بالتقرير الصحفي قمنا بتوثيق ونقمنا بتوثيق الجرائم التي زعمت الإدارة الأمريكية بأنها قامت بتوثيقها، ولكنهم لم يقوموا بذلك فعليا. طبعا، وهذا التقرير يؤدي أو يشكل وثيقة أو دليلا على أن هناك الكثير من المشاكل التي ارتكبت أثناء هذا الضربات الجوية الأمريكية. فعلى سبيل المثال، في أفغانستان كان هناك الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبت، ولربما لما كانت هذه الجرائم يمكن أن تحدث لو أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت ذلك. هناك عشرات الآلاف من هذه السجلات، ولم يكن هناك أي اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم قاموا بأمر خاطئ أو أي إجراء تأديبي للذين ارتكبوا هذه الأخطاء والتي أدت إلى وفيات عالية الأرقام في المدينة. اسمحي لي مدام أزمة، سنتحدث عن تقصير أو قصور من السلطات الأمريكية في ملاحقة المتورطين بهذه الجرائم.
ما هي الأسباب التي دعتك للقيام بجولة صحفية بمنتهى الخطورة في بيئة خطرة جدا في العراق في مناطق النزاعات في العراق وسوريا وأفغانستان لتوثيق الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران القوات الأمريكية؟ هذه الحقيقة مجازفة أو مغامرة كبيرة؟ Thank you, but I was not by myself. Fortunately, I met so many Iraqi friends. لحسن الحظ أنني التقيت بالكثير من الأصدقاء العراقيين الذين كانوا عونا لي في هذه المهمة. كان هناك شاب اسمه مهند. ولسنوات عديدة قبل ذلك كان هناك عشرات من العراقيين والعراقيات الذين قدموا لي يد العون أيضا. وكانت لهم اليد أو أيادي بيضاء كثيرة ساعدتني في العمل الذي قمت به وأنا ممتنة لهم كثيرا. نعم. تطرقت أيضا إلى قواعد الاشتباك المعمول بها في عند الجيش الأمريكي في التقرير الاستقصائي المطول الذي أنجزتيه عن العراق، وتحدثت أن هذه قواعد الاشتباك أصبحت تتيح أو تسمح بقتل مدنيين بما فيهم الأطفال إذا ما كانت تحقق فعلا مكاسب عسكرية أو أهداف متوقعة من تدمير الهدف. هل تعتقدين أنه هذا اتهام حقيقي أم ربما السلطات الأمريكية لن تقبل بهذا الاتهام الكبير والخطير؟ So they accept that they make these determinations. هم يقبلون بأنهم يقومون بهذه القرارات أو بهذا التحديد. فهناك أهداف عسكرية، فإذا كان هناك هدف عسكري قيم للغاية وكانت المخاطرة التي سوف تجري تستحق ذلك فيمكن أن يقوموا بذلك. ولكن الإشكال هنا يكون أنه من الذي سيحدد فيما إذا كانت هذه التضحية مناسبة أو تتناسب مع الهدف المحقق أم لا؟ عادة يكون هناك أطراف من الاستخبارات هم الذين يقومون باتخاذ هذه القرارات. ولكن المراقبة التي تحدث في أثناء الضربات الجوية تقوم بهذا العمل لتحديد هذه القرارات. وسأعطيك مثالا، كان هناك عائلة تم قصف بيتها وقتل عدد من الأفراد الأسرة فيها، وبعد أن قاموا بذلك اكتشفوا بأن الهدف هو هدف خاطئ ولم يحققوا الهدف الذي يريدونه. نعم. هل أتيح لكم مقابلة ضباط أمريكيين في عاملين في القوات الأمريكية في العراق وسوريا أو أفغانستان، أنت وبقية الفريق الآخر الصحفي، وواجهتهم بهذه الحقائق أن كيف يمكن لقواعد الاشتباك الأمريكية أن تطلق النار على مدنيين بما فيهم أناس أطفال أو نساء أو ناس كبار في السن، وهؤلاء في النهاية أناس عزل بلا سلاح، وماذا كان ردهم؟ Yes, so I spent a lot of time asking them. قد أمضيت وقتا طويلا وأنا أتحدث إليهم عن هذه الأمور. Sit down and see how they do this process. كنت أجلس معهم وأفهم منهم كيف يقومون بهذه العملية. What this air campaign is, and I interviewed many officers. وقد التقيت بالعديد من الضباط. On this air war, and many of them they. والعديد منهم يعتقد بأنهم قاموا. Require tough decisions. And that they have to make قاموا باتخاذ قرارات صعبة وأنهم أخذوا القرار الصحيح. ولكن المشكلة هي أنهم أحيانا يفتقرون إلى المعلومات الاستخبارية الصحيحة. وهم لا يوجد لديهم القدرة بأن يقوموا بالتحقيق في صحة هذه الأخبار من عدمها، وبالتالي that choice that it's worth it if they get this big target
لا يستطيعون أو لا يدركون أحيانا بأن هذه الضحايا لا تستحق الهدف الذي سيحققونه من العمل العسكري الذي يقومون به. نعم، في تقرير لصحيفة الاندبندنت الأمريكية في حرب الموصل التي جرت الحرب الأخيرة لاسترجاعها من سيطرة تنظيم داعش، تحدثت هذه الصحيفة البريطانية عن أن عدد القتلى المدنيين وربما غير المدنيين قد بلغ نحو 40,000، والمدينة قد سويت بنسبة 80% بالأرض. هل تعتقدين أن مثل هذا العدد الكبير وتدمير مدينة مثل الموصل، ثاني مدينة في العراق من حيث عدد السكان والمكانة، كانت بناء على فعلا على معلومات استخباراتية غير دقيقة؟ وفق طبعا وفق الحجة الأمريكية. It was often false intelligence that played a role. نعم، عادة تكون مبنية على معلومات استخبارية خاطئة. Many civilians, but there were many civilians inside the home, and they had a very poor view of it because they only did a little bit of surveillance. عادة يكون لديهم معلومات استخباراتية ضعيفة جدا لأنهم لا يقومون بمراقبة للمنطقة قبل أن يقوموا بهذا العمل. مثلا في إحدى الأحداث يرون مثلا جسما أبيض ولا يعرفون ما هو هذا الجسم، يعتقدون بأنه مصنع للمتفجرات أو مصنع للصواريخ، ولكنه عبارة عن معمل للمصنوعات القطنية، ولكنهم أخطأوا تفسير ذلك وقاموا بهذا الموضوع، وقد قتل الكثير من الناس بسبب هذه الأخطاء. فبالتالي أرقام الوفيات المدنية أعلى بكثير من الأرقام التي تسمح بها قواعد الاشتباك في الجيش الأمريكي. نعم، في نفس النقطة، نقطة قضية الأخطاء أو سقوط مدنيين جراء ضربات خطأ مبنية على معلومات استخباراتية خطأ، الجيش الأمريكي يقول أنه هذه الحقيقة هؤلاء المدنيون في الغالب يسقطون لأنه أخطاء، هناك خطأ الحقيقة على الرغم من المأساوية، وأنه هذا ليس نمطا متكررا أو مقصودا. تعتقدين أن هذا الدفاع من قبل الجيش الأمريكي مقبول ومتفهم ويخلي ساحة القوات الأمريكية من الترتيبات القانونية الأخلاقية على سقوط هؤلاء المدنيين بنيران جنودهم؟ No, it's not correct. تأكيد لا، هذه التبريرات غير صحيحة. The U.S. military has tried to call these examples. حاول أن يطي هذه الأمور مثل الموصل الجديدة مثلا حيث قتل الكثير من المدنيين، وعادة يقولون بأن هناك أخطاء، ولكن بشكل كثير أو بشكل متواصل هناك العديد من الأحداث. مثلا كما أظهرنا في نيويورك تايمز، هناك منظومة، هناك نمط من هذه الأمور التي حدثت مرارا وتكرارا، وهم لا يقومون بالتحقيق في هذه الحوادث ولا يقومون بتأديب الذين يفعلون بهذا الموضوع. فبالتالي هذا ليس عبارة عن أخطاء حدثت هنا أو هناك، وإنما هذا نمط من عدم اتخاذ العناية الواجبة وتصحيح الأخطاء عندما تحدث، وإنما هذا نمط يجري بشكل دائم، وهذا يظهر بأن هناك منظومة وهذا النظام مبني على غياب العدالة. نعم، أيضا في نفس النقطة، التقارير الحقوقية الدولية ودو الضحايا الذين قضوا في الغارات الأمريكية في العراق وغيره يقولون أن عدم اتخاذ أي إجراء جدي ورادع الحقيقة سيغري الجنود الأمريكيين وغيرهم بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو قتل المدنيين العزل، لأن الجرائم السابقة لم يجري فيها أي ملاحقة قانونية وقضائية للذين ارتكبوا هذه الجرائم عمدا أو خطأ. Yes, you must ask what incentive. يجب أن نطرح سؤال. ما هي النسبة التي يجب أن تكون موجودة لتحقيق تغييرات أو للقيام بتغييرات عندما تكون هذه الأخطاء تحدث؟ هناك أكثر من 5300 وثيقة
لا تظهر أن هناك أي إجراء تأديبي لأي من الجنود الذين قاموا بهذه الأخطاء أو أي إجراء تصحيحي تم في هذه المؤسسة العسكرية الأمريكية. فبالتالي ما هي التحقيقات التي قاموا بها وما هي الأحداث التي حققوا فيها؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة للمساءلة يجب أن يخضع لها هؤلاء. أنت قلت أيضا في التقرير الاستقصائي عن قتل المدنيين في العراق بالذات، وأيضا هذا ما تقول به أيضا تقارير أخرى، أن المنظومة العسكرية الأمريكية تحرص على إخفاء عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا بالغارات الجوية الأمريكية. لماذا هذا الحرص على إخفاء العدد الحقيقي للضحايا؟ الولايات المتحدة الأمريكية ممن تخاف؟ Right. So this is not, you know, some people might call this a broken system. طبعا نتيجة لهذه المنظومة الخاطئة والخربة، فبالتالي هم يحاولون أن يجدوا مبررات لما يحدث. عادة الأشخاص والخبراء الذين الموجودون في هذه الأماكن، لماذا يقومون بهذا الأمر؟ لماذا يقومون بالتحقيق إذا لم يكن هناك أي تقارير عن هذه الأمور الخاطئة؟ فبالتالي هذا النظام يستخدم لتوسيع الضربات الجوية ولعطيها شرعية أكثر ومن خلال التبرير ذلك، وبالتالي هم عندما يقولون بأن هذه الأسلحة أسلحة دقيقة جدا ولا يوجد أخطاء ولا يوجد خسائر بشرية أو خسائر من المدنيين، فهذا يعطيهم الشرعية لتوسيع عمليات هذا الموضوع ويخفون نوع العنف الذي يحدث على المدنيين. والمسؤولون في المناصب العليا يعطيهم هذا راحة نفسية، لأن هذا يعطيهم راحة البال بأنهم لا يقتلون هذا العدد من المدنيين، وبالتالي هم على قدرة بأن يقوموا بوظائفهم براحة أكبر. نعم، الحقيقة هناك قتلى سقطوا بالقصف الجوي الأمريكي، وهناك قتلى سقطوا بنيران القوات الحكومية. نتكلم عن جزئية العراق في التقرير الاستقصائي، وأيضا قتلوا برصاص الميليشيات التي محسوبة على الحكومة وقدمت لها الدعم الكامل القوات الأمريكية. هل تعتقدين أن هذه الجريمة قانونيا تتناصفها تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات التي تحظى بهذا الدعم الكبير عسكريا في الجو وفي الأرض؟ أيضا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما تقتله هذه الميليشيات؟ So there is a law in the United States that says هناك الكثير في الولايات المتحدة الأمريكية support to people who are engaged in torture in other countries. الذين يتكلمون عن الضحايا الذين يتعذبون ويقتلون تحت التعذيب وفي سجون أخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر موجود. وبالتالي إحدى الأمور التي فيها أدلة كبيرة على هذا الموضوع في أفغانستان. في أفغانستان هناك قوات أمنية فاسدة والذين قاموا بتعذير مواطنين أفغانيين، هناك أدلة كبيرة على هذا الموضوع، وهناك مجموعات كانت تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أي وهناك قانون يمنع هذا الأمر، ولكن للأسف على الرغم من هذه وجود هذه القوانين لم تنفذ هذه القوانين. طبعا نحن نجد أنه على الرغم وفقا لما هو مكتوب في هذه القوانين والذي تقول بأنه يجب أن تحاسب هذه المجموعات الأخرى التي تقوم بالتعذيب أو القتل، ولكن هذا لا يحدث مع الأسف ولا ينفذ. نعم، أنت زرت الموصل والرمادي في العراق، أجريت حوارات عديدة مع عدد من أسر الضحايا وشهود العيان، ووثقت أيضا نقلا عن هؤلاء ذوي الضحايا والشهود أعدادا من القتلى أعلى بكثير من العدد الذي تعلنه القوات الأمريكية. هل لديكم عدد فعلي أو تقريبي لهؤلاء الضحايا الذين سقطوا بنيران القوات الأمريكية؟ نعم،
Yes, it was Mosul, it was Hawija, it was بالتأكيد Ramadi, في it was الرمادي وفي Kayara and كايايا Shora. I went to many وشويا. parts of ذهبت إلى Iraq, عدد and what I من found المدن was في that العراق وما وجدته even just the هو places أنه حتى في that are credible, بعض that they've already accepted, الأمور التي if there يمكن was no أن ground تكون reporting, the true مقبولة death toll ولكن was لم يكن double هناك what they claimed. Now, أو الأرقام التي if ذكرت you look بالتقارير at هي example نصف that الأرقام my الحقيقية على co-author and الأقل. I did several years قمت ago in 2017, قبل بضعة سنوات where we في did a عام sample on the 2017 ground and قمنا conducted a statistical inference back in بالقيام بتحقيق 2017, إحصائي 2017. على عينة At that من time, الأراضي. our في ذلك statistical الوقت inference showed المعلومات that الإحصائية تظهر between بأنه حوالي 7000 إلى 10000 7,000 and 10,000 مدني كانوا قد civilians have قتل، been killed. وذلك كان and فقط في عام that's just back in 2017. لم نكن قد وصلنا إلى of West Mosul. لم So أقم that was في ذلك الوقت 7 بدراسة 10,000. دراسة إحصائية So to عن date, ضحايا today, الموصل. I don't اليوم know what the full لا death أعرف toll is, أبدا but I عن do know مجموع that it is tens of القتلى، that. ولكن أنا أعرف It's بأن هناك very large عشرات and it's completely الآلاف. الرقم unacknowledged. The كبير numbers that the جدا، United States ولكن is لا using أريد right أن now أبالغ في الأرقام، are woefully ولكن incorrect. الأرقام التي Some تستخدمها الإدارة organizations الأمريكية have tried حاليا to estimate, غير so صحيحة for على example, الإطلاق. error هناك words بعض المنظمات based on التي online تقوم allegations. And one thing I will say is بتخمين that الأرقام بناء my على experience المزاعم going التي on the تأتي، ground ولكن door من to خلال door, خبرتي في العمل sometimes الميداني really big أحيانا casualty incidents have happened. يكون هناك حالات For example, من الضحايا المدنيين. على سبيل المثال قصة فايزة علي والتي خسرت الكثير من أفراد عائلتها وجيرانها. وفي غارة جوية واحدة، ولكن في الميدان يمكن أن ترى الكثير من الأدلة عن أعداد الأشخاص الذين قتلوا. وبالتالي ما أقوله هو أن أحيانا المزاعم والشكاوى التي تظهر هي عبارة عن رقم قليل جدا من العدد الحقيقي، ولمعرفة الأرقام الحقيقية فلا بد من التحقيق على الأرض، والجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية لا تقوم بهذه التحقيقات على الإطلاق. نعم، القوات الأمريكية أعلنت أنها فتحت تحقيقات في عدد من الذين قتلوا بنيران قواتها بالغارات الجوية. هل تعتقدين أنه فعلا هناك تحقيقات أصلا؟ وهل هذه التحقيقات ستتصف بالمهنية والجدية وهدفها الوصول إلى الحقيقة وبالتالي إنصاف ذوي الضحايا؟ So, very rarely is you know our admissions of wrongdoing نادرا ever ما made. يكون هناك And very rarely are there payments اعتراف بأن هناك أخطاء ارتكبت هو تعويض الأشخاص الذين so فقدوا أحبابهم. فإذا America's نظرنا إلى تاريخ الأمريكي وخوضها للحروب لا نجد هذا الموضوع. هناك حالة واحدة يمكن أن نتحدث عنها وهي حالة باسم ناصر، شخص اسمه باسم ناصر، وهو اختبأ في الغابات في الموصل، ولكن ابنته وأخوه وابن عمه قتلوا. وعندما ذهبت إلى الجيش الأمريكي وأخبرناه عن هذا الشخص الذي فقد منزله تماما وأربع أفراد من عائلته، هل تعلم ما هو التعويض الذي قدموه له؟ 15,000 دولار فقط. هذه ما يعني لا تكفي إذا شخص مصاب، لا تكفي للتداوي، وبالتالي هذا هم لا يقومون بهذا الأمر، ولا يؤدي أي عمل تقوم به الحكومة الأمريكية إلى تعويض الضحايا. فبالتالي يجب أن نطرح هذا السؤال إلى أي حد ستكون هذه التحقيقات جدية، وهل سوف يؤخذ، هل سيكون هناك إجراءات حقيقية، هل سيكون هناك تعويضات جدية أم لا؟ أعتقد أنا لست متفائلة جدا للوصول للعدالة لهؤلاء الضحايا أو الناجين من هذه الجرائم. ما دامت هناك الحقيقة شكوك في قضية في نزاهة وصدقية التحقيقات الأمريكية في سقوط قتلى مدنيين بنيران القوات الأمريكية، إذن ذوي الضحايا إلى من يتوجهون لإنصاف يعني ذويهم وللحصول على تعويضات تتناسب مع هذا العدد أو مع فقدان أرواحهم؟ نعرف أن هناك ضحايا أمريكان سقطوا بعمليات ما يسمى الإرهاب وحصلوا على ملايين الدولارات تعويضات، لماذا هنا القتلى يحصلون على 10,000 دولار؟
That's an excellent question. Right now, there is no infrastructure. Even though the United States حتى في الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية في كل عام هناك عدة ملايين الدولارات التي تطرح للدفع للأشخاص أو لضحايا المدنيين، ونادرا ما يدفع هذا المبلغ لأنه لا توجد أرقام ترفع من الجيش الأمريكي عن ضحايا مدنيين، وهذا الأمر يجري لسنوات عديدة الآن. ولكن سوف يكون هناك مركز المراقبة للبحث عن هؤلاء الضحايا المدنيين، وهذا يسمى بالإنجليزي Center of Excellence، وأعتقد أنه يمكن لأهالي الضحايا أن يتجهوا إلى هذا المركز ليسجلوا شكاويهم للحصول على تعويضات لاحقا. طيب، هل هناك إمكانية كفريق استقصائي لحمل هذا التقرير الاستقصائي عن الضحايا المدنيين الذين قضوا وسقطوا بنيران القوات الأمريكية لحمله والذهاب به إلى الكونغرس وإطلاع المشرعين الأمريكيين على حقيقة ما تقوم به قواتهم في مناطق النزاع في العراق وسوريا والعراق؟ ربما المعلومات لا تصلهم، ربما المؤسسة العسكرية تحجب عنهم هكذا معلومات. هل يمكن إطلاعهم على حقيقة ما يجري، وهل فعلا هم مغيبون عما يجري في هذه الساحات من جرائم وقتل بنيران القوات الأمريكية؟ Yes, I mean this evidence it needs to be put out into the world. Now, هذه الأدلة يجب أن تظهر للعالم. أنا مجرد صحفي، أنا لست لا أقوم بالمناصرة، ولكنني أعرف بأن هناك محامية مناصرة اسمها جوانا أنا ميتشل، وهي مهتمة بما أقوم بنشره، وهي تحاول أن تقوم برفع دعاوى ضد الجيش الأمريكي، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون بأن يقاتلوا لأجل العدالة ولتحقيق العدالة للضحايا، فهي تعمل على هذا الموضوع. أنا أعرف أن هناك أشخاص مثلها موجودون. جوانا ناشطة جدا في هذا المجال، وهناك عدد من المجموعات التي يمكن أن تعمل في هذا الشأن أيضا، مثل Human Rights Watch وبعض المنظمات غير الحكومية الأخرى. عندما يأتي الأمر إلى مثلا الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية أو غير ذلك من الإجراءات، لأكون صريحة معك، أنا كصحفية هناك الكثير من العمل الدبلوماسي والكثير من الجهد الذي يأتي الدولي الذي يحدث الآن والذي يركز على أوكرانيا وما يحدث هناك، وأعتقد أن الكثير من المحققين في جرائم الحرب يركزون على جرائم الحرب التي ترتكب في أوكرانيا الآن عوضا عن البحث عن الجرائم التي ارتكبت في أوقات من الزمن في التاريخ، سواء كانت والتي كان ضحاياها من الأفغان أو العراقيين أو السوريين في أماكن أخرى. نعم، هل أنتم مستعدون كفريق صحفي استقصائي للتعاون مع هذه المؤسسات القضائية ومكاتب المحاماة الذين يدافعون عن حقوق الناس لتقديم وتزويدهم بهذه المعلومات، سواء التي تضمنها التقرير الاستقصائي أو التي ربما حجبت لأسباب معينة؟ هل أنتم مستعدون للتعاون معهم؟ Oh, I already have. I've provided that the same. So the personal information that I've provided to the government, you know, to tell them here are these survivors. نعم، لا بأس بذلك. نحن نقوم بذلك. Who wanted to, you know, with the consent of these survivors, she also has it. So absolutely. ونحن نقوم بالعمل لأجل هؤلاء الأشخاص، فبالتالي بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة. فنحن وضعنا هذه المعلومات للشأن العام ليتعاملوا معها، وأي معلومات مطلوبة منا طبعا نحن ما نشاركها أو ما يمكن مشاركتها. Excuse me مدام أزمت، هل تواصلوا معكم وطلبوا الاستفادة من ما ورد في هذه من معلومات في هذا التقرير؟ تواصلوا معكم؟ Joanna, the lawyer that I mentioned, Joanna Naples Mitchell, she ذكرتها. نعم، هي التي كانت نشطة كثيرا في هذا الموضوع، وهي نعم تعاوننا معها. طيب، هل تعتزمون أيضا القيام بجولة أخرى
أنت بالذات في العراق وسوريا أو مناطق أخرى لإعداد تقرير استقصائي جديد عن الضحايا الذين ربما ذو الضحايا الذين لم تتح لكم الفرصة للقاء بهم، هل هناك خطة بهذا الاتجاه؟ I am, but one of the other things I'm also. نعم، ولكن إحدى الأمور التي أخطط لها وهذا أمر غاية في الأهمية لي، لأنني أريد أيضا أن أدرس موضوع المعتقلين والمعتقلات، وخاصة أولئك الذين ربما قتلوا في السجن أو أعدموا، وأريد أن أفهم مصير الأشخاص الذين اختفوا. طبعا هذا موضوع مختلف عن الضربات الجوية، ولكن هذا أمر يحتاج إلى التحقيق. مثلا في ظل إدارة أوباما كان هناك عدد من الوحدات التي تساعد الإدارة العراقية أو الحكومة العراقية، وكان هناك الكثير من الجرائم التي حدثت، وهناك الكثير من الأشخاص الذين اختفوا في ذلك الوقت، فأريد أن أفهم أين اختفى هؤلاء، وبالتالي عندما يكون التقرير جاهزا بالتأكيد سأنشره بعد أن ننجز هذا العمل. شكرا جزيلا في ختام هذا اللقاء الخاص، نشكر ضيفتنا الصحفية في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية الصحفية إزمة خان، وإن شاء الله نلتقي بها في لقاءات خاصة. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في لقاءات خاصة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.